السلام عليكم يا جدعان، طبعا وحشني جدا عشان بقالي فتره ما بنزلش على اليوتيوب، بس ان شاء الله الفتره الجايه كلها هتم باليوتيوب. باختصار عنوان الفيديو بيقول ازاي تشتهر على التيك توك في اقل من شهر وتكسب فلوس. الموضوع بسيط جدا بس محتاج انك تضحك شويه، والناس اللي هتيجي تقول انت ما كنت تنفع نفسك، او اللي انت شغال يوتيوب دلوقتي وعندك 10000 سبسكرايب رحت تقول ينفع نفسك على التيك توك؟ مين قالك مش على التيك توك؟ لو انت مثلا من على يوتيوب مش شفتيش على تيك توك، ده الاكونت بتاعي على التيك توك. طبعا الف حمد والف شكر ليك يا رب، من غير تكبر غير اي حاجه. يعني بقالي اكتر من سنتين شغال على التيك توك، في اخر فتره 3 شهور هو اللي قدرت احقق النجاح ده. طبعا احب ان انا افيدكم او اديكم تقريبا الخلاصه بتاعت الموضوع كلها. ناس كانت عماله تسال ازاي الشير، والناس برضه اللي همها الفلوس. بس ركز الاول انك تقدر تحقق حاجه او تقدر تعمل محتوى على البرنامج ده عشان تقدر تكسب فلوس. الموضوع كله باختصار بيتكون في الخمس نقط دول. رقم واحد، المحتوى، انواع الفيديوهات اللي هتقدر تطلع اكسبلور. طبعا هشرح حاجه حاجه بالترتيب. رقم 2، الفيديوهات اللي لازم تبعد عنها وتبطل تعملها لو انت بتعمل تيك توك، عشان دي مش هتطلع اكسبلور وممكن توقع الاكتف عندك. رقم 3، ارخص وابسط الادوات اللي انت ممكن تستخدمها في تصوير الفيديوهات. رقم 4، الاماكن اللي ما ينفعش تصور فيها فيديوهات تيك توك، وهشرحها بالتفصيل طبعا عشان الفيديوهات بتاعتك ما تقعش. رقم 5 واخر حاجه، التوقيت اللي هتنزل فيه الفيديو على تيك توك. بس قبل ابدا اشرح اي حاجه، طبعا الناس اللي بتتفرج على المقطع ده على تيك توك، ده اسم القناه بتاعتي على اليوتيوب، تقدر تخش تتفرج على الفيديو كامل وهيفيدك جدا جدا للناس اللي لسه بادئه على تيك توك وعايزه تشير وتكسب منه فلوس. نبدا الفيديو. اول حاجه، المحتوى والفيديوهات اللي هتطلعك اكسبلور. طبعا ناس كتير جدا ايه ده، يعني التيك توك مثلا في 5 مليون مصري بيستخدموه، وهنقول 3 مليون منهم بيعملوا تيك توك، 2 مليون ونص بيعملوا نفس الحاجه، هما بيعملوا ليبسنج على الفيديوهات. وتلاقي ناس قليله مثلا هي اللي بتعمل محتوى مختلف او محتوى هادف او محتوى عدل. فطبعا لو هتفكر انك تخش تيك توك وتعمل ليبسنج زي الناس دي، اخلع ما تقعدش فيه، لان مش هيفيدك. ودلوقتي التيك توك بدا يعمل تحديثات ان كل الناس اللي بتعمل ليبسنج ما بتطلعش اكسبلور ولا بتظهر، وحتى الناس العاليه اللي كانت بتعمل ليبسنج دلوقتي بدات تقع، وما بقاش في تفاعل عندهم خالص، والاكسبلور واقف. والناس اللي بتقول الاكسبلور واقف عند الكل، ده ما حصلش، ده حصل عند الناس اللي كانت بتعمل ليبسنج وبتعمل حاجات مش عارفه، اللي هو الحاجات اللي كانت نيالها التيك توك. طبعا اول افاده مني، لو هتبدا على التيك توك او هتعمل محتوى، دور مثلا انك تعمل محتوى تمثيلي، او تعمل مثلا سكتش كوميدي، او لو انت مثلا مش هتعرف تعمل حاجه زي دي، انك ممكن تخش تدور على اليوتيوب مثلا على موقف كوميدي وتاخد منه جزئيه وممكن انت تكملها بصوتك، يعني مثلا زي الفيديو ده. طب ايش تستقف ليك، انا نازل لكم. سلام. معايا كام؟ صح. ولا مليون كلمة في أغنية هتكفي الملكة المصرية، ملكة أصيلة وملهاش داعي، مفيش فلوس يا رحمك. الخطة فشلت. أنا ما كنتش عايز فلوس أصلا، أنا غلطان إن أنا بغني لك. ده كان جزء بس، إنك تاخد مثلا أغنية زي اللي هي بتاعت الملكة المصرية وتحطها في موقف، فاهم؟ يعني الكلام ده لو انت استمريت فيه هتلاقي التيك توك بتلاقي اكسبلور لوحده. وفكر في محتوى مختلف، فكر بره الصندوق، انك حاجه ما تكونش ناس عملتها فانت تيجي تكررها. انت لو عملت حاجه ناس عاملاها خلاص ايه الجديد، هم عايزين حاجه جديده منك. ففكرت تعمل حاجه جديده وكويسه، مش ما في حاجات جديده كتير بتتعمل بس ان هي ب 60 نيله، فمش هتطلع اكسبلور. ولو فكرت في حاجه عدله انك تعملها مختلفه الناس ما شفتهاش قبل كده، ده ممكن ينجح معاك جدا. رقم 2، الفيديوهات اللي لازم تبعد عنها، اللي كنا لسه متكلمين عن جزء منها في رقم 1. الفيديوهات لازم تبعد عنها اللي هو ما تلاقيش مثلا ترند طالع، إيه اغنيه حلوه، فايه حتى انت سايب اللي انا لسه قايله ان انت بتعمله وتروح تعملها. انا كنت بحب اعمل كده يعني، بس اللي هو ايه لقيت نفسي بقى، طب ما انا رحت عملت ميكس مكان بين اللي انا بحبه وبين اللي لسه نازل ترند جديد وعايز اعمله. يعني مثلا زي الفيديو ده. شكلك راجل بظروفه، اشكالك مش بشوفها يا ابي النيله. يا ابني ايه يا ابني، قلت لكم بلبس وجاي، خلاص في ايه؟ ايه يا ابني انت فين؟ يا عم بصور فيديو على السريع تيك توك ونازل. تيك توك؟ يا عم من على الابو التفاهه اللي انت فيها. دمغوريا اخلص جاي سلام. انت هلس وانا يا نادين عين شمس ونفسنا طويل يا اسطى، مش كانت تفاهه من شويه؟ تلاقيها شكلك راجل بظروفها، اشكالك مش بشوفها. فاهم اللي هو ايه؟ اغنيه عايز اعملها بس انا بعمل دلوقتي محتوى او بعمل حاجه مختلفه. حاول تعمل ميكس بين دي ودي، هتبقى حاجه جديده وهتفيدك انت، وممكن الناس التانيه اللي هو ايه بتعمل ليبسنج على الاغاني دي هي هتقع وانت ممكن تاخد ترند عليهم. رقم 3، ارخص وابسط الادوات اللي ممكن تصور بيها وتستخدمها في تصوير الفيديوهات. وطبعا من اهم حاجه في الفيديوهات الاضاءه. الاضاءه والتصوير يعني، بص ممكن تبقى الكاميرا مش كويسه قوي، بس لو في اضاءه
هتحس انه ايفون مش هتحس موبايل عادي. يعني ممكن تخش مثلا عندي على القناه الناس اللي عايز تعمل رينج لايت او عايز تعمل ستاند عايز تعمل ادوات تصور بيها من غير تكلفه. يعني رينج لايت دلوقتي الناس بتسال عنه عم 600 جنيه 700 جنيه. خش عندي في الصفحه على القناه على يوتيوب هتلاقي في فيديو منزله عن رينج لايت تكلفته كلها مش معديه 50 جنيه. فطبعا توفير ليك انك لسه هتجمع 600 جنيه وتجيب رينج لايت عشان تعمل فيديو حلو. ممكن كمان ما تحتاجش رينج لايت, ممكن تستخدم الشمس في الاضاءه تصور الصبح بس الناس اللي برضه عايز تصور بالليل هيفيدها جدا رينج لايت. والناس برضه عايز تستخدم ستاند انها تصور بيه او هيفيدها. خش هتلاقي على القناه برضه في اخر الفيديوهات كنت عامل ستاند حاجات بسيطه جدا مش مكلف كله برضه على بعضه 50 جنيه. يعني بص طبعا الله يرحمه خير خالص كان في ايد ثالثه بس الفكره بسيطه ان هو الستاند اللي بيتباع ب 35 جنيه ده ممكن انك تجيب مسامير وعصيان مقشه هيبقى ماشي معاك جدا. برضه لو عايز تعرف طريقته هتلاقيه برضه موجود في الفيديوهات. رقم 4 طبعا اماكن اللي ما ينفعش تصور فيها او بمعنى اصح لوكيشن التصوير. ما ينفعش انك تيجي تعمل فيديو الشمس تبقى في ظهرك وانت بتحط الموبايل في وشك, انت هتبقى معمي وماله الفيديو مش حلو مش حلو عمره ما هيطلع انك اصلا مش هتبقى مش شايف. تاني حاجه انت مغطي الفيديو اللي هو مكسله خلي الجوده زباله فعمره ما هيطلع. فاهم حاجه اماكن بتاع التصوير ويهتم بالاضاءه برضه. رقم 5 اخر حاجه هي توقيت رفع الفيديو على التيك توك. يعني انت تنزل الفيديو مثلا تفرق مثلا انك تيجي تنزل فيديو الساعه 3 بالليل او تنزل فيديو الساعه 3 العصر او تنزل فيديو على الظهر. في كذا وقت لو عندك مثلا متابعين حتى قليلين ففي الوقت اللي هم يكونوا فاتحين فاول ما تنزل الفيديو هيعملوا لك عليه لايك فممكن هيبدا ان هو يطلع اكسبلور اهو خلاص اللي عندك عمله فايه هيبدا يطلع واحده واحده. غير انك ممكن تنزله على الفجر ومفيش حد يعمل لك عليه وهتلاقي له فيديو حتى لو حلو. بس اهم حاجه اول ساعه في الفيديو اول ساعه انك تنزل فيها هي اللي بتحدد لك الفيديو يطلع اكسبلور ولا ما يطلعش. كده خلصنا الخمس خطوات اللي ممكن تمشي بيهم انك الفيديو بتاعك تطلع اكسبلور وتشير. ما ناقصش غير انك ازاي تحقق ربح من النت او تكسب فلوس من التيك توك. طبعا هو التيك توك ما بيديش فلوس او بيقولوا ممكن يدي فلوس على اللايفات بس ما تحطش الموضوع ده في دماغك دلوقتي. انت لو اتشهرت وفيديوهاتك بدات تطلع اكسبلور انت هتلاقي في شغل جاي لك حسب الشهره بتاعتك. يعني مثلا شركه دعايه عايز تعمل اعلان سبونسر لحاجه هتلاقي الدنيا شغاله مش لازم تاخد فلوس من التيك توك. يعني مثلا شركه ممكن زي انفينكس الناس اللي كانت بتشوف حوار بتاع انفينكس نازل ده زي شغل مثلا على حسب الفيديوهات هتاخد عليها فلوس لما تظهر انفينكس الكلام ده. فانت لو اتشهرت ما تركزش في موضوع الفلوس في الاول انت بس لو اتشهرت هتلاقي الدنيا ماشيه معاك وهتلاقي شغل جاي لك من غير حاجه. بس كده الفيديو خلص. اتمنى طبعا يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو عايزين جزء تاني اشرح لكم فيه حاجات تانيه قولوا في الكومنتات. وان شاء الله كمان يومين هنزل سكتش صغير زي الفيديوهات اللي انا بعملها على تيك توك اللي هي كوميدي بس هيبقى على اليوتيوب هنا. فلو الفيديو عجبك طبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجايه وسلام.